بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع الانصرافي، كامل التفاصيل حول موقف العملية هذا اليوم في الدندر وسنجاب، وأيضا جبل موية وسنر والخرطوم، وأيضا الدوحة وبحري والجيل وأمبدة والصالحة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. الليلة الطيران ضرب في نيالة وضرب في الجنينة، ودي حاجة كويسة وممتازة، ضرب مخازن العدو وممتاز، لكن احنا في مسألة ترتيب الأولويات، تعالوا نرتب الأولويات. الليلة المخازن بتاعت نيالة ما متحركة، القوة المحتشدة 57 عربية اللي اتضربت كانت في حتة عاملة كمين قبل كم يوم هي دي مرتكزة، لكن القوة التانية كانت عاملة التفاف على الدندر، دي اللي كنا دايرين فيها الطيران. الطيران لما جينا اتكلمنا عن السنسرات حقته ونوع التسخير والسلاح، ممكن في الحتة دي يكون فيها اشتباك هيسبب ضرر، انا فاهم، لكن حسيت ما في مبرر خليك تمشي لحد الجنينة لمخزن ولا نيالة لمخزن وفي قوات متحركة في الميدان. الترتيب بتاع الأولوية هنا بقول شنو؟ انه احنا النيل الابيض دي لازم نأمنها. كلمة لازم نأمنها دي احنا لازم نستوعب الحاجة دي يا اخواننا، شغلنا دايما ناقص، شغلنا 80، اي شغل احنا بنبدأه ما قاعدين نصل لجذور الموضوع. عندنا ولايات اتأمنت، مناطق اتأمنت، لانه عرفنا اصل الاشياء وجذور الموضوع، لكن حسي انا مثلا عاين للنيل الابيض اللي بخلي الطيران يمشي يضرب في نيالة وفي حشد داخل كوستي وبيهدد في كوستي وفي غور القطين، عندهم تجمعات واضحه. يعني انا داير زول يشرح لي بالشراحه، قال لك صرف انت قاعد تضغط الجيش، انا مالي ومال الجيش اضغطه، الغلط غلط والصح صح. حاسس انتوا كجياشه دايرين تفسير علمي، سؤال وجودي. الدعم السريع عمل الجسر بتاع جبل اولية، الجيش عنده رؤيه في المساله دي، انه يخلي الدعم السريع يتنفس من ولايه لولايه ويمرق يعرض، بيخفف عليه المتحركات، بيخفف عليه كده كده كده. فقام قال خلي منفذ جبل اولية للمواطنين ذاته، حس المواطنين من الخرطوم دارين يطلعوا بيجوا بالكوبري بتاع جبل اولية ده. بالمناسبه انا اتفهم الحاجه دي، الموضوع ده انا باخد فيه حسابات، بقول والله اخليه نطلعوا 10,000، تم العدد 10,000 بضرب الكوبري، الكوبري بتاع حديد بعد شويه قاموا عملوه صبه وخرسانه، صلحوه احسن من الكوبري اللي عملوه الخواجات وضربوه بوهيه كمان. انا داير زول يفسر لي الحاجه دي، تفسيركم شنو؟ الكوبري قاعد، كوبري الجزيره بتاع حنتوب قاعد، كوبري بتاع الرفاعه قاعد، داير زول يشرح لي الحاجه دي. انا هنا في حتات كده استيعابي قاعد يجيب فيها، احنا مخلين الكباري ده عشان ندخل بيها مدني، لو ضربناها حسي صرفه بعدين احنا ذاته لو خشينا هنتحاصر، فمدني ما حنقدر نخشها. خطه زي دي انا بخطها بزمن، جدوله زمنيه، بكون قاعد حاسب الدعامه جوا مدني، اول من يطلع وانا بجي هاجم، لكن انا مخلي لهم الكباري، ما قطعتهم من التحركات حقتهم. لما نسمع انه في متحرك طلع من مدني مشى دق الدندر، يبقى انا هنا خطتي العسكريه زي وشي، لا قدرت اقطع الامداد حقهم اضرب الكوبري اضعف الايمان واحاصرهم في مدني، ولا قدرت استخدم الكوبري اخش مدني. انا هنا الكلام ده هنا يحيرني تماما، ترتيب الاولويات. الما فاهم عسكريه وجيش واستراتيجيه، تعالوا احنا يعني اذا كانت دعامه سايقين بتاعين الكليه الحربيه، تعالوا اقعدوا احنا ذاته ننظر لكم، تسمعوا مني. احنا الهدف قدامنا هدف. السلام عليكم حجة أبنائي أخواني وأخواتي الشعب السوداني، كده أقعدوا بالراحة كده، عشان في حياة في الدنيا دي لازم تكون عارف نفسك الأدوات اللي عندك شنو هتستخدمها تحل بها المشكلة. ده مش الدعم السريع قدامنا؟ أيوة. الأوجه بتاعت الدعم السريع بتتقسم لكم؟ الدعامي ده بيبقى كم دعامي؟ بيبقى كم دعامي؟ بيبقى دعامي مهاجم صح؟ ودعامي مدافع، كان عنده حاجة؟ في حتة الدعامة لما نجونا اسمه دعامي مهاجم، وفي حتة لما أنا أمشي له اسمه دعامي مدافع، اتنين، في حاجة تاني هنا يا اخوانا؟
وجه الدعامة اتنين، أوجه الدعامة اتنين. أي حاجة إحنا مع الدعامة ده هنقسم على اتنين أو على ثلاثة، إما دعم مهاجم يا إما دعم مدافع. انتهينا منها؟ المانجا ثلاثة، صفرة صفرة وخضرة خضرة، واضحة؟ الإشارة الحمراء بتقف قدامها في الشارع إشارة المرور، أحمر أصفر أخضر، صح ولا غلط؟ ثلاثة حاجات. أنت عندك ثلاثة حالات. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عندنا حالات كثيرة بتكون بين الحزن والفرح، الأمل، الضعف، الكآبة، مليون حالة ربنا سبحانه وتعالى خدتها لنا. بس وهسه احنا الآن في سنار، نقعد ولا نطلع؟ الكلام ده ما بتحدد صرفة، لأنه والله يا أخي يبث العزيمة وندفع المقاتلين ونرفع الحماس ونرفع انتوا دايرين تسوي شنو؟ ما نحن نخطها بالعربي الواضح، دايرين نحرس سنار. تحرس السنار عندنا الورقة بتاعت الايزو اللي بتحرسوا السنار دي، في حاجات بتستوفوها، عملتوها ولا ما عملتوها؟ احنا قاعدين في الدفاعات، قاعد في الدفاع ده واجب، جزء من المنظومة، المنظومة حقت حماية سنار. في باقي المنظومة ناس مكلفين بحاجات تانية. احنا الدولة دي ما بتدفع للجيش بس، عندنا حاجة اسمها المباحث شغلها مدني، عندنا الشرطة شغلها مدني، عندنا وزارة الصحة شغلها مدني، عندنا البنوك وزارة المالية والاقتصاد ده شغلها مدني. انا بدفع للناس دي كلهم مرتبات، انا بعمل اجتماع حق الولاية كل واحد يخد لي تنويره، ناس الصحة موضوعكم شنو؟ والله احنا طبعا المستشفيات دي ممكن نواجه أزمة، الأزمة شكلها شنو؟ لو اتحاصرنا اسبوعين ممكن يكون عندنا الادويه المنقذه للحياه، هتكفي كم نفر؟ دارين اسقاط مظله قدر شنو؟ هل الوالي قاعد مع بتاع سنار قاعد مع وزير الصحه طلع له ورقه زي دي؟ حلو. الليله في الفاشر شفنا نموذج جديد من التقدم في العمليات العسكريه، ولله الحمد والمنه ربنا هداهم، عملوا غرف عمليات تحت الواطه وعملوا لها تحصين، بدايه التحصين خدتوا اكوام بتاع التراب وشوالات، لكن فتحوا غرفه عمليات جوه، والتدوين شغال، هدموا المستشفى السعودي كله في الواطه. لكن ده اللي ابتدعوا الفكره، هل والي سنار عمل مع وزير الصحه الحاجه دي، ولا بعدين هم مخططين انه يركبوا العربات بتاعته ونمشي بورا السد ويجوا نازلين عندهم درب كده وعندهم زول دليل هيمرقون، ولا دار تعمل شنو انتوا؟ انت دار تعمل شنو في سنار؟ دار تعمل شنو في سنار؟ هو بيوضح احنا حنصمد لحد النهايه، حنصمد لحد انه سنار دي ما تجي عوجه، حنكسر العدو. احنا حنقعد السنه كلها سنار تتصدى تتصدى سنار تتصدى تتصدى، حاضر في النهايه سنار ممكن تسقط. طيب احنا اللي بيهددنا شنو؟ العدو جانا ناس الجيش، انتوا مشيتوا لين برا ولا ما مشيتوا؟ الخطه الثانيه انا بمشي بسال القائد سلام عليكم كيف اخبارك؟ ما السنه كلها نقعد نقول الربيع الربيع الربيع، الربيع ده يمكن يكون زول كويس واحنا نصفه زورا وبهتانا، لكن انجازه انجاز الربيع المفروض يعمل شنو؟ قائد الحاميه يطلع للعدو برا، داير زول من القوات المسلحه. انا سالت الليله ثلاثه اسئله لضباط وكده، فكنت بسال بقول له سنار دي مشكلتها شنو حس يعني؟ انا داير تفسير منطقي غايب عني، اجد به والعذر للواء الربيع، واجد به والعذر للكباشي، واجد به والعذر للبرهان، وانا داير اعذر القوات المسلحه. ولله الحمد والمنه الجيش انا قبل ما اعمل حاجه ممكن اديه 100 عذر، مع عربي نجيب والله والذي نفسي بيدي 100 عذر اديها للقوات المسلحه قبل ما اقول اي حاجه. قلت لهم يا اخي دايرين بس عذر وتبرير للي بيحصل في سنار، عذر وتبرير للي بيحصل في النيل الابيض، التهديد بتاع كوستي والتهديد بتاع ربك والدويم. اذا احنا من جوه ربك والدويم ما عندنا الشروط الكافيه الوافيه انه كوستي دي تصمد، من بره احنا ممكن نامن النيل الابيض دي كيف؟ قال لي بقى جبل مويه. قلت له طيب جبل مويه ده قصته شنو؟ قال لي فوق دعامه قاطعين الشارع بتاع سنار، ربك بجاي سنجا بجاي القضارف محاصرين سنار دي حسي. طيب احنا الموضوع ده ممكن نحله كيف؟ قال لي يا اخي نمشي ندقهم بس. طيب احنا ما صدينا الهجوم الكبير على سنار، ماذا استفاد السنار من صد الهجوم؟ اول حاجه انتصرت القوات المسلحه في سنار على موجات الدعم السريع. عمليه انه انت يكون في رصيدك انتصار وانت جوا المعركه، العمليه دي معنويا كبيره جدا. مدرسة أم درمان وكرري في المعركة دي استفادوا منها في بابانوسة وطوروها ناس الفاشر، ناس الفاشر في رصيدهم في كم معركة منتصرين فيها. لا قدر الله حصلت أي حاجة في الفاشر دخلوا بأي اتجاه، الموضوع ده ما حيهز المواطن ولا حيهز الفرقة السادة ولا حيهز حركات الكفاح. ليه؟ لأنه بس واحد من انتصاراتهم
قتلوا قائد الدعم السريع في دارفور. بس واحدة الليلة سنار لما نجي لا قدر الله اتهزت بجهة السد ولا اتهزت بجبل موية، الجيش بعد ده تاني ما بينكسر ما بينسحب. ليه؟ لأنه انتصر في الكوبري بتاع مايرنو، وانتصر في المحاور بجهة محور المناقل ومحور مدني ومحور سنجا ولمس. صدوا لهم هجوم بعشرة تاتشرات صادين 85 تاتشر. رصيد الانتصار ده بيرفع المعنويات. سنار استفادت من المعركة دي وقوت عزيمتها وقوت خطوط الدفاعية. سنار ما بتجي عوجة بإذن الله، سنار دي الآن مؤمنة. طيب أنا أنتظر تاني الدعامي يمشي ياخد لفة ويمشي يعمل التفاف ويمشي يعمل تحشيد ويمشي يغير نوع سلاحه ويمشي يشتري لي ناس في الفرقة وتاني يجيني؟ أنا دي ما فاهمة لحد الليل، أنا ما قادر أفهم الموضوع ده. يا ربي فيه سر، يا ربي أنا في حاجة غايبة عني، بظلم في الجيش ده يا أخي. يا أخي ممكن يكون في حاجة غايبة عننا يا إخواننا، ما تكلمونا يا اخواننا، ما تورونا في حاجه غايبه عننا. حاضر في 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 حاجه احنا ما فاهمينها. يا مؤمن يا ريل، ابنائنا الفدائيين عملوا لنا فيديوهات يدعموا في الجيش، اطفال صغار بيقولوا الجيش حينتصر واثقين فيه، وبتسمع منهم كلام بيبهرك. انتوا شايفين حاجه احنا ما شايفينها؟ الاطفال الصغار دي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيفتح بصيرتهم. تاني اعملوا فيديو وروني مشكله الجيش شنو، انا اكون ظالمه؟ ده زول يشرح لي. انا شايف العدو دقيته هنا، اخليه يمشي يتجمع ويعمل قوته تاني يجي يدقني، واكون قاعد في حتتي منتظر. لماذا لماذا هذا؟ اشرحوا لي اشرحوا لي بس. سنار دي حسي منطقة المفروض أنا أكون مسيطر عليها يا حجة، ثلاثة، وأمشي أقاتل الدعم السريع في جبل موية. أمشي كل يوم من الصباح ارتكازات سنار، مفروض تكون قاعدة جوا جبل موية، الخدمة تكون اليوم كله مشغل الدانات دق، ما أخليهم ثانية واحدة. خليت ليهم الجزيرة وسكت منها، حسي أقول إنه ما عندي لها قدرة، ما عندي لها سلاح، ما عندي لها مقاتلين، اخلي الجزيره شويه. اقبل الكلام ده، لكن لا في سنار انت بتقاتلهم، ولا في جبل مويه بتقاتلهم، ولا في مدني بتقاتلهم، ولا في الجزيره بتقاتلهم. انا دار افهم الجيش ده رايه شنو. ناخد نفسنا محل الربيع ده يا سيد الربيع. انت بعد امنت سنار وخطيت دفاعاتك واختبرتها، واختبرت نوعية سلاحك في المقدمة، واختبرت نوعية الرجال في الارتكازات، ما تمشي السوق جيشك ده تمشي جبل موية. ما الذي يمنع انه انا مش ادقهم في جبل موية؟ انا يا اخوانا لو دقيتهم في جبل موية بيحصل شنو؟ بأمن ولاية النيل الابيض المهددة، لانه واضح انه الوالد بتاع ده وغايد الفرقة ديل عندهم الرأي، ومعاهم مدير الشرطة عندهم الرأي. انا بالنسبة لي ما حظلمهم وما حتهم الناس، لكن التصرف اللي عمله ده واضح انه وراه هدف، وهدف ما كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب نهاركم سعيد، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. الله يكون مشاركة في قناة لايف 24 والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. صحيح انصراف طبعا نتحدث عن الموقف بتاع أو متحرك كانت متجهة نحوي كانت نيل الأبيض. أكثر من 75 تاتشر بتاع جنجويد كانت متحركة أو متجهة كانت نحو نيل الأبيض، وكانت الجمع كان كمية كبيرة من الجنجبيل طبعا منطقة معينة، وكانت متجهة كان نحو كوستي، وطيران طبعا ما قصر أمس يعني ما شاء الله تبارك الله، مشى طبعا جقم طبعا كل المتحرك دي، ونصر للقوات المسلحة في كل مكان. صحيح جنجبيل طبعا في جيلي برضو لقلوه راحة كافية، لأن أنا ما أعرف خيطه في داخل المصفاة الجيلي طبعا الجنجبيل طبعا لقوا الراحة كافية ولافين بمزاجهم، لأنه في داخل الجيلي والله بيلفوا بمزاج ولقلوهم راحة، لأنه أنا ما أعرف خيطه ولا حاصل شنو. والكوبري بتاع جبل اولياء دي، لانه دي كلها جنوب الحجر الضوء الصخره كلها جنوب الكوبري بتاع جبل اولياء وكوبري هنطوب، لانه الكباري دي فاتت والامدادات طبعا بيجيبهم يعني على كيفهم، لانه ده المشكله الكبيره.
كوبري بتاع جبل اولياء طبعا بوصل لحد ام روابه، لان لازم كده الناس دي بيجيبوا اي حاجه طبعا، اي حاجه يعني اصليه الاكل الحاجه اللي هم دايرينه شنو بيلفوا وبيجيبوا، ولو دايرينه حاجه لو دايرين يمرقوا برضه بنفس الشارع الان ده المشكله. اذا كده الكوبري ده شوف له حل عنه، وكوبري هنتوب برضه شغال لانه برضه فاتح بتاع الجزيره، وكباري دي كلها الا تشوف له حل. وصحيح انجو انت من عمل صيانه الكوبري بتاع كوبري حديد برضه شفتها، كوبري حديد برضه عمل صيانه. صحيح طيران طبعا امس يعني جقم طبعا في الجنينه برضه يعني الاماكن بتاع الصغيره وفي نياله برضه طبعا كلها يعني مغازل بتاعت الاصليه، وكانت ضرب في النياله والجنينه، والناس اللي هي القوات المسلحه في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.